تم التبرع بالدم. النهارده في اسكندريه عندنا نقطتين تجمع، عند مسجد المرسي ابو العباس وعند مسجد القائد ابراهيم، ومن الصبح فيه بنعمل دعايه مع المواطنين على حثهم على المشاركه في التبرع بالدم من خلال الحمله. يعني الحملة دي معمولة في إطار دعم أخواتنا في غزة وفلسطين، وفي دور مصر الرائد دايما ودعمها لإخواتنا في الدول العربية وتحديدا فلسطين وغزة. يعني كل الناس متعاطفة مع غزة، يعني شايفين التوافد، يعني الحمد لله بدأ بأعداد كويسة وإن شاء الله نقدر نحقق المستهدف على مدار اليوم. كلنا متواجدين، كلنا إيد واحدة، كل المؤسسات كلها النهاردة. طبعا تكليفات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن لازم مد الدعم لكل أهل فلسطين، فاحنا بنحاول بقدر الامكان احنا نقدر نساعدهم ونمد لهم بيد العون. احنا يعني دي رساله من مؤسسه حياه كريمه، ان احنا بس مش بنساعد اهلنا في مصر، لا، احنا اي حد من اخواتنا العرب بيحتاجنا بيلاقينا موجودين. نبيل متواجد حياه كريمه، جايين النهارده لدعم اهالينا في غزه حمله التبرع بالدم، وما شاء الله العدد بيزيد ومستنيين دورنا للتبرع بالدم. جاي النهارده اشارك بحمله التبرع بالدم لاخواتنا في غزه في فلسطين، وبدعم قرارات الرئيس في ان شاء الله في كل اللي جاي في هذا المسار ان شاء الله. بقول ربنا معاهم، واحنا يعني اللي احنا عملناه ده اقل حاجه احنا نعملوها. وطبعا ده شباب مصر وده دور مصر دايما، وان طبعا ان احنا الرياده العربيه للدوله المصريه النهارده ده واجب وطني على كل مصري ان هو يقف مع اشقائه في اي دوله. احنا النهارده بنشارك كمجتمع مدني وكجمعيات اهليه ومؤسسه حياه كريمه بالتبرع بالدم لاهالينا واخواتنا اهالي فلسطين. سعدنا النهارده جدا بدعوه التحالف الوطني للتبرع بالدم، طبعا ودي اقل حاجه نقدر ان احنا نقدمها لاخواتنا الفلسطينيين. احنا كلنا بندعمهم نفسيا وكلنا معاهم ايد واحده.